سابقا وقلنا بان الوزاره تستهدف النساء ورجال التعليم، حينما نحتج اليوم نحتج ليس على نشر هذه اللوائح ولكن نحتج على مسلسل تأتته الوزاره منذ زمن بعيد، وبدأت تتضح معالمه من خلال التغيير على نساء ورجال التعليم داخل كل المحطات. حينما نتحدث عن التعليم نحن آباء، نحن أيضا معنيون بشكل مباشر بإصلاح التعليم، لكن لا نريد أن نكون نحن الحلقة الأضعف ضمن هذا الإصلاح والذي تمر علينا من خلاله مجموعة من المغالطات. اليوم نلتقي لنصحح مغالطات السيد الوزير حينما يقول السيد حساد في نشره للوائحه بأن نساء ورجال التعليم لا يقومون بواجباتهم، فإننا لا نطالبه أن ينشر لوائح الذين أكلوا مال نساء ورجال التعليم، مال المتعلمين من خلال المخطط الاستعجالي، لأننا ندرك بأن السيد حساد لا يمكن أن يضع يده في هذا الجب، لأنه يعلم جيدا بأن هذا المجال ليس مجاله، وإنما يبحث عن تغليط الرأي العام وإيهام الرأي العام بأنه ينادي بإصلاح التعليم. حينما نجتمع نقول بأننا جزء من هذا الإصلاح ومستعدون للإصلاح، لكننا لسنا مستعدين للتشهير بنساء ورجال التعليم. المغالطات أيها الإخوان تظهر من خلال الأرقام، حينما يتحدث عن غياب أو ضياع ما يعادل 2385 ساعة، لم يتحدث عن ما يزيد عن 23 مليون و 830 ألف ساعة التي أنجزت خلال شهر سبتمبر والتي قام بها نساء ورجال التعليم داخل فصولهم. يتحدث عن نسبة 0.02%، ولا يتحدث عن نسبة 98.98%. إننا اليوم حينما نحتج لنقول بأن مسلسلنا في إطار نضالنا للدفاع عن المدرسة العمومية، هذه المدرسة التي تدار اليوم كل المؤشرات من طرف الوزارة ومن طرف الدولة ومن طرف الحكومة تظهر على أنها تسير في اتجاه تقويض دعائم هذه المؤسسة، نحن الوحيدين داخل الساحة الذين نقول لا لهذا الإصلاح، لأنه لا يمكن أن يمرر على حساب نساء ورجال التعليم، لأننا نقول دائما بأن المدرسة العمومية في صلب اهتمامات مركزيات النقابية، في صلب اهتمام نساء ورجال التعليم، ولكننا نرفض التغليظ ونرفض المغالطات. إنما تقوم به الحكومة اليوم من خلال رئيسي أو من خلال مسؤول عن قطاع التعليم ليس المقصود به تشهير وليس المقصود به فضح من يتغيبون عن العمل، ولكن المقصود به هو إيهام الرأي العام بأن هذا هو المشكل الحقيقي. المشكل الحقيقي أننا دخلنا منذ 9 أكتوبر في حوار مركزي مع الحكومة حول إصلاح التعليم بشكل أساسي، ولكي تجعل الرأي العام ينشغل عن هذا الإصلاح فإنها تريد توجيهه نحو مشاكل هي ليست ذات قيمة، وأقول ليست ذات قيمة لأن الوزير يعترف وتعترف كل المنابر الإعلامية وحتى الدولية بأن ما أنجز وكما قلت قبل قليل ما يزيد عن 23 مليون و 830 ألف ساعة لم يتحدث عن السيد الوزير، وتحدث عن 2385 ساعة، تحدث عن ما سرق ونهب من مال عام، يتحدث عن المشاكل الحقيقية، لم يتحدث عن أن ضياع وهدر الزمن المدرسي تقوم به الوزارة اليوم. قبل أسبوع دخلنا في مرحلة من إعداد ما يسمى بخيار الفرنسية في الإعدادي، وضيعنا على التلاميذ زمن المدرسة الممتدة لثلاث أسابيع. اليوم ما يزيد على 113 ألف تلميذ في الجذوع المشتركة تدخل في مرحلة خيار الفرنسية بالتعبير الإجباري، أي التوجيه نحو خيار الفرنسية بالإجبار، وفيه ضياع لمصالح هؤلاء التلاميذ لأنهم قضوا ما يزيد عن شهر من التعلم بخيار اللغة العربية. اليوم يربك السيد الوزير الأسر التعليمية، ولا يربكها لغاية تتعلق بالإصلاح، يربكها وأقسم بهذا استجابة حقيقية للوب الناشرين الذي بقي له الفاعل من الكتب التي تم طبعها في إطار خيار الفرنسية، وبعد شهر ونصف من العمل يأتي السيد الوزير ليقول لا هالشي ما خدامش، خاصة نصيفط الناس بالزاج الفرنسية، علاش؟ لأن الناشرين بقاو عندهم كسوف شيطين.